اكتشف موهبته منذ الصغر، عائلته دعمته في ذلك، وغنى إلى جانب فنانين كبار أمثال سلطان الطرب، جورج وسوف. بدنا نرحب سوية مع الفنان اللبناني إياد. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المتابعين. كيفك إياد؟ الحمد لله. وأنتم أولا طبعا أنت مشرفنا وكثير مبسوط إحنا بوجودك. أنا اللي مبسوط. نورت الأردن بوجودك. وجودكم منورة دايما. إياد احكي لنا بداية عن مسيرتك الفنية. إياد بلش مسيرته الفنية كان عمره 15 سنة. بلشت بالمدرسة، أخذت أول جائزة اليونسكو بطولة مدارس، بعدين اشتغلت حالي ونمت موهبتي، بعدين عملت أول عمل اللي هو ضريبي على الجمال مع الملحن يحيى الحسن، بحب وجه له تحية كتير كبيرة. أكيد بوجه له تحية، وأكيد هذا بالنسبة لي كان تيست صغير بالسوق، فالحمد لله لقيت صدى كتير حلو لكل الناس، كتير حبوا العمل، فهيدا الشيء شجعني إني دائما أقدم قصص حلوة لحد ما وصلنا لليوم. آخر عمل اللي هو هيدا أنا، من كلمات أنور مكاوي وتوزيع وألحان محمد ياسين، بحب أوجه لهم كمان تحية من الأردن، وإنتاج روك برودكشن، والحمد لله صدى الغنية لهلأ كتير حلوة. ما شاء الله، ألف مبروك طبعا على الأغنية. بس بما أنا بنحكي عنها خلينا نبلش نسمع مقطع من الأغنية. أكيد. حتى نتحمس أكثر. سمعنا. عم تكتر مشاكلنا، هالاشياء منا إلنا، هيدي غيمة وبتقطع، نرجع متل ما كنا. هيدا أنا ما تغيرت، تخيل حبيبي تصور، يعني كأني ما خلقت، إذا معك بتغير. جميل جميل، رائع جد، رائع. إن شاء الله عليك. دائما ما بعرف بلبنان كيف، بجوز عنا أكثر موضوع الأهل مش كتير بيدعموا بمجالنا الغنائي. أنا بعرف إنه أهلك دعموك. أكيد. من أكثر شخص داعم لك كان؟ أكثر شخص وأول شخص واللي أكثر شيء وقف حد صراحة هي والدتي. الله يخلي لك إياها. حبيب قلبي، وأكيد الأصدقاء والعائلة كلها يعني. بالعكس أنا بلبنان بحبوا الفن. صح. وبيحبوا يدعموا، أكيد بيدعموا المواهب، وهذا شيء كتير حلو. جميل جميل. طيب شو أكتر عمل أنت قدمته حسيت حالك فخور فيه أو كنت أنت مبسوط فيه؟ أكتر غنية ضربت إلي هي البنت العربية. البنت العربية حصلت حوالي 3 مليون 4 مليون سوري مشاهدة عبر يوتيوب. ما شاء الله. تغزلت بكل بنت عربية، بالبنت الأردنية، بالبنت المغربية، اللبنانية والمصرية، وكل البنات أكيد. هيدا أكتر غنية. شو كان شعورك لما شفت 4 مليون على اليوتيوب؟ كتير حلو، وانبسطت أكتر لما غنيتها بالمدرج الروماني بالأردن، وكان في ناس عم تغنيها معي. هاي الأغنية الأولى لك كانت؟ هاي الأغنية الثالثة كانت. بس هي أغنية سمعت من أحد مقابلاتك إنه كنت محتار إنك تنزلها. صح. أو لا. صح. أي أغنية فيها؟ البنت العربية. وسبحان الله هاي ضربت. يعني الواحد دائما عن جد يتكل على رب وما يتردد اليوم مع أي شيء بده يعمله. صحيح. طب ليه كنت محتار فيها؟ وهي ليك أو بتسمع الأغنية أو بترتاحي لها أو لا. فأنا أول شيء ما كنت مردد إذا بغنيها أو ما بغنيها. آخر شيء الحمد لله قررت إنه نزلها على السوق، والحمد لله أخذت صدى كتير حلو كمان. جميل. مين أكثر فنان هيك متأثر فيه أنت أو بتحسه قدوتك غنائيا؟ أكيد أنا متأثر بالسيدة فيروز، ومتأثر بالأستاذ الراحل أكيد الكبير وديع الصافي. من مدرسة بالنهاية. صحيح. الكل بيتعلم منهم ومن خبرتهم. شوف لبنان دائما أهل الفن. صح. بصراحة أنا شخصيا غنائيا بحب أسمع لبناني أكثر شيء، وفعليا عمالقة المغنيين موجودين بلبنان ما شاء الله عنكم. صحيح. حبيبي. إيه أنت ترشحت لعدد من الجوائز، احكي لي شو أهم جائزة. أهم جائزة ترشحت لها هي فينال ميركس دور عن أفضل نجم لبناني جديد، وهي عن فئة أغنية البنت العربية كانت. وصلنا للفينال، هيدا بالنسبة إلي الحمد لله كانت كتير حلوة بمسيرتي الفنية. مجرد وصلت للفينال هيدا بالنسبة إلي هو نجاح. صحيح. هاي لحاله كان. وأكيد الإنسان دائما بيضل يشتغل لحاله، لأنه إلا ما يوصل بإذن الله. 100%. برضو من موضوع الجوائز، شاركت بكتير مهرجانات ومنها بالأردن. صح. احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. مهرجان الفحيص ومهرجان شبيب كتير حلوين كانوا صراحة. والشعب الأردني الشعب مهضوم يعني. تسلم. يعني شو ما غنيت معهم بدهم يرقصوا، بدهم يكونوا فرحين ومبسوطين. بيحكوا عنك شرين، شو رأيك بالموضوع؟ شو بيحكوا عنك؟ عنك شرين، شعب كشر. من انت شو الكشرة. شفت؟
لا ما شفت هذا الشيء. حلو. احنا بجوز بس نشرين مع بعض. بالعكس كثير بيرحبوا بالضيف وصراحة بلد الأمن والأمان كمان. على أمل لبنان يرجع مثل ما كان. آمين يا رب. أكيد أكيد. شو ناوي لقدام؟ شو مخططاتك؟ أكيد عم نخطط لكتير قصص ولأغاني جديدة ولحفلات كمان بلبنان وبرت لبنان. يعني على أمل نقدم دائما القصص الحلوة لكل المتابعين. هيدي أهم شغلة. جميل. مع أنه بدي أسألك هون هيك خطر ببالي. مع أنه الفنان يتقيد بلهجة. شفت غنيت بإشي مصري بأغنية. وعراقي كمان. وعراقي. مع أنه الواحد يتقيد بلهجته. ما يغني بلهجاته. بالنهاية الواحد بده يغني شو بيلبق له. بس الأفضل أكيد لحتى يصير في انتشار أكتر بكل الوطن العربي. ينوع. لحتى المستمع ما يزهق. يضل ما يكون روتين دائما. فالحمد لله بالعراقي وبالمصري وحتى بالمغربي اخر فتره كثير عم جيب فيوز كثير حلوه على السوشيال ميديا خاصه عبر الريلز عم يكونوا دائما اكسبلور. حلو. صحيح. فهيدا الشيء عم بيساعدني كمان الحمد لله. طب اللهجه العراقيه جدا صعبه. غريب كيف قدرت تغنيها. ما بقى انا بتفاجئ بحالي صراحه. اخر الحلقه لازم نسمع شيء بالعراقي. اكيد. احكي لي شو دور السوشيال ميديا بال السوشيال ميديا هو الاساس صراحه مش بحياتي بحيات كل طبعاً. الناس السوشيال ميديا بتطلع عليه على الاخبار على كل شيء جديد. وبالنسبه للفنان هي باز للفنان. يعني صرنا كل شيء اي شيء بدنا نشوفه نتعرف على الفنان بنفوت على السوشيال ميديا. صح. وهيدا الشيء بيقرب الفنان من المتابعين تبعه. صحيح. بس انا متفاجئ بشغله انه بالاردن سناب شات كثير ضارب عكس لبنان ابدا ما بيستعمل. يعني قليل كثير تا يستعمل سناب شات. الانستغرام اكثر عندهم. صح. فهلا جيت على الاردن وبلشت سناب شات دغري يعني مضطرت تمشي معنا انت على الخط. اكيد الحمد لله كميه رسائل بتعقد. هي على فكره البلاتفورمز اجمالا بكل بلد مختلفه. صحيح. صح. يعني بنعرف مثلا بالخليج الحمد لله عندنا الانترنت بلدنا كثير فاكيد خليك عنا يبقى بدي طبعا برضو انا هي ثاني مره بدي اغش المشاهدين بنفس الحلقه. دالي متشجعه من امبارح على وجودك. هب انا كمان وكثير الله يسعدك مش قد اكيد يعني كثير مبسوطين بوجودك معنا. بسم الله عليك بتعقدك. الله يسعدك يا رب. بدي اسالك هون شو سر انه وقوفك مع فنانين كبار وغنائك معهم؟ هيدا شيء بحملني مسؤوليه كثير كبيره طبعا واكسبيرينس بالنسبه لي اكثر خاصه عن عمر صغير يعني. فالحمد لله كانوا اكسبيرينس كثير حلوه. واكيد بسمع دائما الدعم من كل الفنانين الكبار العمالقه الحمد لله. اكيد إيه دائما بنسمع كثير ناس بتدعمنا بتكون معنا وبنسمع كمان اكيد اوقات ناس هيك بتحطم من معنوياتنا. صح. كيف تتعامل مع هدول الناس؟ للصراحه اول فتره كنت اتاثر بس صراحه الحمد لله ما في كثير قصص سلبيه بسمعها اكثر من يعني الايجابيه دائما ايجابيه اكثر. فبالنسبه لي بسمع الكلام السلبي بطويه بحطه بوجهه. صح. وتعلم اذا كان في سلبي بالنهايه الانسان بده يشوف شو القصص اللي ما عم تعجبه الناس يقدر يحسنها بحاله. صح. يعني هذا لازم دائما الواحد يترفع عن الناس السلبيين. اكيد خاصه الانسان كثير ايجابي. انا كثير بحب الفرح وكثير بحب انتوا اهل لبنان هيك اهل الايجابيه. ليك لك الابتسامه ما شاء الله عنكم. طيب احنا بدنا نستغل وجودك سمعنا شيء كمان بما انه الصبح هلا حنغني شيء رواق. يا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخدها الهوى وبيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوموني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوموني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني هب الهوى وبكان الهوى لأول مرة ما منكن سوا. الله الله. ميرسي كثير لكم. شو الصوت الحلو.
حبيبي احمد ان شاء الله عنك. ثانك يو. يعني اياد احنا بالنسبه لنا يعني مستعدين نقعد معك كمان ساعتين نسمع صوتك. بقعد معكم اربع ساعات. بس اياد كمان للاسف وما شاء الله عنك طبعا الله يزيد ويبارك عنده لقاء اخر, فاحنا للاسف هيك الوقت مش مسعفنا معك كثير. يعني كنت بتمنى يكون الوقت اطول بس ثاقبت هيك, يعني كان شوي شغل قبل فزبطوا كل الانترفيوز نهار الخميس. بالتوفيق يا رب. بس رجعتك الجاي على الاردن لازم كمان تكون اطول والقعده يعني. تكون اطول كمان. اكيد ان شاء الله نستضيفك بنجاحات ومشاريع قادمه. اكيد ان شاء الله. كل التوفيق لك اياد. ميرسي لكم وميرسي لكل طاقم البرنامج. يا رب لبنان يرجع مثل ما كان واحلى, هيدي امنيتي الوحيده. نتمنى ذلك. لبنان ما بيزبط له الا انه يكون صحيح. سلام صح. يعني فعليا انا بحس خاصة بيروت الشام. بيروت طبعًا. ما بيلبق طبعًا. بيروت صحيح. بلد الثقافه والموضه والسهر والفرح. انتم دائما بنحكي عباره ما بعرف بتوصلكم, انتم اهل الحياه فعليا. السعاده والله انا بشوف دائما لبنان منبع السعاده والتفاؤل بمنطقه بلاد الشام والوطن العربي, فدائما ندعو لكم بالسلام والامان وان تنحل جميع مشاكلكم السياسيه. امين يا رب. امين. شرفتنا لهذا اليوم. ثانك يو لكم. ميرسي كثير لكم. مشاهدينا مكملين معكم مشوارنا الصباحي, فاصل صغير وراجعين, خليكم معنا.